كاتب من طراز خاص استطاع أن يتخذ منهاجا مغايرا عن باقي أدباء عصره، تخصص في روايات الرعب وما وراء الطبيعة، واكب الحركة الشبابية التي تمخضت عن تغييرات كثيرة في المجتمع المصري في أواخر التسعينيات وبدايات الألفية الثانية، فكان عرابا لهذه الفترة، فكتب يوتوبيا وسلسلة ما وراء الطبيعة وإيكاروس ليحفر اسمه في قلوب الشباب. إنه الأديب الراحل أحمد خالد توفيق الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.